مؤخرا كان وقعت واحد ضجة إعلامية في مجال الدراما بسبب ذاك الفيلم ديال مارفل الأخر ديال إيترنالز. فيلم هذا إيترنالز وين؟ لما تخرج في القصة الفيلم شنو؟ فيه مجموعة، يعني الفيلم يسوق لمجموعة من الأمور، من بين الأمور التي يسوق لها هو التطبيع مع الشذوذ الجنسي وتكوين أسرة من أشخاص شاذين جنسيا. قول لي المثليين ماشي المثليين، سميهم كيما بغيتوا، أنا عندي باقي شاذين جنسيا، حيت شاذ من شاذ عن الفطرة فصاي شاذ يطلق مني. ذاك الحقوق ذاك الشيء أنت كتعرف تهضر ما كتفهمش، لا أنا باقي معقد وقديم ومتخلف، فما تديوش عليا أنا قلت بحال هاد الهضرة هادي. أنتوما فهموها، أنتوما ترجموا، أنا نقول شاذ جنسي وأنتوما قولوا راه مثلي، إلا بغيتو تقبلوا كلمة مثلي، بغيتو تقبلوا وتبقاو معقدين في حالي، الله يتقبل. المهم اللهم صل وسلم عليك يا سيدي رسول الله. الفيلم يسوق لهذه القضية، بل يسوق لها بشكل يعني فج وفظ. فتجد الرجل يتحدث، يعني الرجل ما عرفش، تجد الذكر يتحدث عن الذكر، حتى هو ربما يحسبوه اكس ايكغريك يتحدث عن اكس ايكغريك. هذا هو التصنيف الوحيد اللي نقدر نعطيه، اما لا هو محسوب على الرجولة ولا على الذكور ولا شيء من هذا القبيل. ويتحدث عنه على اعتبار انه هو زوجه، ويتحدثون عن ابنهم الذي هو ابنهم بالتبني. هذا المقطع بالاضافه الى المقاطع المخله بالحياء، يعني كيقول لك ارضينا بالدل والدل ما رضاش بني عبد الله. فرفضت مجموعه من الدول العربيه الاسلاميه عرض الفيلم، فهمنا؟ شركة ديال مارفل مع ديزني اللي هما اللي ولاو كيتصوفوا لهذه المسألة هذه، قال لهم ودي لا يعرض الفيلم كله. القبيح عندي أنا شنو هو؟ هو أن عدد من الدول قالت لهم نقص المقطع، اسمع مزيان، المخل بالحياة. بالنسبة اليوم الفيلم كله فيه مشكل واحد، وهذاك المقطع اللي مخل بالحياه، العلاقه الحميميه فقط. اما الفكره كايديولوجيا ستمرر الى ابناء المسلمين عبر اقوى وسيله اعلاميه في القرن العشرين والواحد والعشرين اللي هي الدراما، ما طرحاش لهم مشكل نهائيا. عرفتي اش قالت مارفل الشركه؟ قالت لهم لا، قالت لهم احنا الفيلم اما ان يعرض كاملا او لا يعرض. إلا خدينا غير دول الخليج ودول شمال إفريقيا، أرى إلا ما تعرضش الفيلم شركة مارفل عندها الخسارة بملايين الدولارات. ماشي غتخسرها، غتخسرها كأرباح ما غتجنيهاش، أما هي رابحة في الولايات المتحدة الأمريكية ورابحة في أوروبا ورابحة في كذا. ومع ذلك ما الذي جعلهم يقفون عند هذه المسألة؟ إيمانهم بقيمة معينة، هذه القيمة هي التي يريدون أن يسوقوا لها. باش ما يجيش واحد يقول لك لا راه ما كايناش تخطيط وما كاينش افكار وما كاينش مؤامره، لا هناك مؤامره، هناك تخطيط، يجب تدجين الناس. وعلاش قلت لكم انايا التقرير ديال مؤسسه تران ديال 2000 ديال 2006 2007، لان الفكره التي جاءت في هذه التقارير وهي اللي عندها علاقه بالشعار ديال الدوره هو الاعلام في شق الاعلام، قالوا إذا أتينا بمنظومة مثلا كمنظومة العلمانية على مستوى الحكم السياسي، والمنظومة الرأسمالية كنظام اقتصادي، والمنظومة الليبرالية كطريقة فكر ومنهجية حياة، لا يمكن أن تطبق هذه المنظومات على شعب معين حتى لو فرضت بالقانون ما لم يقبلها عموم الناس. حتى لو فرضت، عقل على هذه المسألة، حتى لو فرضت بالقانون لا يمكن أن تنجح الفكرة إلا إذا قبلها الناس. الإعلام الآن عمله ما هو؟ هو تدجين الناس لقبول هذه الأفكار، حتى إذا جاءت على صهوة جواد القانون قبلها الناس وطبقوها في حياتهم، بل ستصير أنت، يعني اللي بحالي أنا، ستصير أنت الشاذ عن القاعدة، وأنت مصدر الإشكالات، وأنت الذي يجب أن يحارب، ولن يحاربك يعني الجهات الرسمية، سيحاربك إخوانك من عموم المواطنين، سيحاربك إخوانك من عموم المواطنين.
ثم أطلقت الوسائل الإعلامية أطلقت أذرعها بحسب لكل مجال تخصصه. فمثلا غادي نلقاو على مستوى الدراما عندها طبقات، كاين ما يوجه للبالغين، ما يوجه للأطفال، ما يوجه للعائلات وكذا. وفي كل صنف تجد إنتاجا يعد بمئات الأفلام والمسلسلات والأفلام الوثائقية التي تنتج سنويا دون كلل أو ملل وتعرض. آخر ما يفتخر به ديزني مؤخرا هو فيلم أو فيلمين موجه، يعني أنيماشون، أفلام رسوم متحركة موجهة للأطفال يحتفون فيهما بقضية الشذوذ الجنسي. واللي كيشاهد مثلا بعض الأفلام بهذا الوعي المتقد واليقظ سوف يرى كل الإشارات، ماشي اللي كاينه في هذه الأفلام الأخرى، الأفلام الأخرى فيها إعلان بالمسألة، سوف يجد هذه الإشارات قد سبقت في مجموعة من الأفلام كنا نفرح بها. مثلا فروزن، أنا اللي ما مزياش، أنا اللي كنت فرج بذلك الشيء، أنتم بخير أولياء الله الصالحين، أنتم كتحضروا القرآن القيام اللهم بارك والأذكار صافي والدعاء والابتهالات الله يتقبل، انا اللي ما نسواش كنتفرج داك الشيء، انا ما مزيانش. فروزن هذا احتفوا به بزاف، علاش؟ لانه اول فيلم ديال ديزني يعرض الاميره اللي هي الشخصيه الرئيسيه وليس لها فارس احلام، كان هي اختها ليش فروزن، يعني لان اختها هي اميره الجليد ان صح التعبير الى اخره، قضيه البرود على مستوى المشاعر، البرود الجنسي الى غير ذلك، هذه كلها اشارات سبقت. ثم جاءت الافلام الاخيره اللي فيها احتفاء ب، وكتلقى مثلا اشارات ستار وورز، الساغا ديال ستار وورز حرب النجوم حتى هي لم تسلم من هذا الامر، خصوصا في الافلام الاخيره. أدلوك تفرج في الأفلام، لا مشي شرط أني نتفرج في الأفلام باش نعرف شنو طاري فيهم، ونقدر نتفرج فيهم باش نعرف شنو طاري فيها، خلاص باش نطرقوا هذا المسمار هذا. بقى لي ضروا راسو دير دولي برانا واش كيتفرج ما كيتفرج، لما كان يقولش لك الفراجة فيهم حلال ماشي حلال، ممكن نقش معك الجزئية، نقش معك أنا راسي شنو تندير باش نعرف شي حويش.